الدخان المهرب بيجي من الضفه ومصر، بيجي في البضاعه في البضايع، ولمين بروح هذا كله للتجار الكبار؟ تيجي عليه علبه الكاريلا في مصر ب 20 شيكل، وهنا عندنا حق السيجاره ب 150 شيكل، يعني حق 15 قروز 10 قروزات ب 200 شيكل. بيجيبوا البضاعه، بيجيبوا الدخان في البضاعه، في الاندومي، في الشيبسي، في المواد التنظيف، في الطحين، كل شيء بجيبوه لايش؟ للناس. بس التجار الكبيره ومساعدة حماس انها بتخزن الدخان وبتبيعه لمين؟ لنا بشكل 150 شكل السيجاره، هم بكون عليهم 20 شيكل.